تماشيا مع برنامج عمل الحكومة نحو تحقيق التحول الرقمي الذي تهدف له رؤية الكويت 2035، فإن أهم أركان البنية التحتية المتطورة الممهدة للتحولات الكبرى التي تشهدها البلاد من توسع عمراني في المدن الإسكانية الجديدة وخطط مستقبلية تتطلب العمل الجماعي نحو كويت جديدة. مشروع العدادات الذكية مشروع يستهدف تغطية الكويت بالكامل خلال 3 سنوات، إذ تعمل منظومتها على القضاء على تأخر إصدار الفواتير وتراكم المديونات على العملاء.